الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الأخ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية دكتور سعد الدين العثماني المحترم، الأخ الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية سي العراقي، الأخ الكاتب الجهوي قبل ذلك الإخوة أعضاء المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية الحاضرون معنا، الأخ الكاتب الجهوي للشبيبة، الإخوان على كل حال المسؤولين التنظيميين الحزب على صعيد جهة درعا، الإخوان المنتخبين، الأخ رئيس الجهة، الإخوان البرلمانيين، الإخوان رؤساء الجماعات، الأخوات والإخوة مناضلي ومناضلات شبيبة حزب العدالة والتنمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الحضور عموما أحييكم بداية. أنا قبل ما نبدأ غنقول أخت منى أفتاتي، استهداف النساء في الثقافة ديال المغاربة ماشي في السياسة، ماشي رجلة، غنفديو هذا الموضوع. تنظيم شبيبة العدالة والتنمية هذا المهرجان في إطار الحملة الوطنية، الحملة الوطنية رقم 17 التي تنظمها هذه السنة حول شعار مشاركة الشباب تحصين للاختيار الديمقراطي. هذه 17 سنة وشبيبة العدالة والتنمية تنظم مثل هذه الحملات. صحيح احنا ما غننتقدوش الناس اللي كيحتفلوا بخمس سنين وهما كيتواجدوا في الميدان، نتمنوا ان هاد خمس سنين تزيد وتولي اكثر، بالعكس احنا يسعدنا ان الناس فعلا يأطروا الشباب ويتواجدوا معهم في الميدان، نكون سعداء بذلك، ولكن ما كنبغيوش الناس يأطروا الشباب فقط اثناء الفترات ديال الانتخابات فقط، ولكن نتمنوا ان هاد خمس سنين تولي خمسه اخرى وعشرة وعشرين، يستمروا الناس في التأطير. هادشي علاش تتواجد التنظيمات السياسية والشبابية والجمعوية وغيرها. لذا فشبيبة العدالة والتنمية منذ 17 سنة كتنظم هذا النشاط، هذا واحد من بين الأنشطة العديدة اللي كنظموها على المستوى الوطني، هذا نشاط ديال المكتب الوطني، خليك من مئات الأنشطة التي تنظم سنويا على صعيد الجهات وعلى صعيد الأقاليم وعلى صعيد المحليات وعلى المستوى الوطني أيضا، العديد والعديد من الأنشطة التي تنظم منذ أن وجدت شبيبة العدالة والتنمية، بغض النظر هل نحن في المعارضة أم في الأغلبية، اشتغالنا في تأطير الشباب غير مرتبط بمواقعنا اللي كنكونوا فيها في تدبير الشأن العام، ما مرتبطينش. احنا عندنا مشروع إصلاحي كبير ديال الاشتغال مع الناس، ديال توعية الناس، عندنا رسالة في المجتمع كنأديوها ديال إصلاح الأوضاع في بلادنا، هذه الرسالة لا تقتضي بالضرورة أن نكون دائما في الموقع ديال التدبير ديال الشأن العام في الجامعات أو الجهات أو الحكومة، لا، يمكن أن نقوم بهذه الرسالة ونحن في المعارضة، وقمنا بها لسنوات طويلة ونحن في المعارضة، وقمنا بنفس الرسالة لسنوات طويلة ونحن في تدبير الشأن العام في الجامعات والجهات والحكومة. لذا فشبيبة العدالة والتنمية ستتواجد إن شاء الله، غادير الحملة رقم 18 وغادير الحملة رقم 19 وغادير الحملة إلى ما لا نهاية إن شاء الله، إلى أن ما تبقاش شبيبة العدالة والتنمية، ما تبقاش شبيبة العدالة والتنمية، وما دامت شبيبة العدالة والتنمية وحزب العدالة والتنمية كاينين، غيشتغلوا بنفس النفس بنفس المنطق بمناضلين أشداء، بمناضلين كيقوموا بالواجب ديالهم، لان هادشي كنعتبروه من الواجب ديالنا، من الواجب علينا نديروا هادشي تجاه بلادنا تجاه وطننا، لان بلادنا صحيح ان الناس ما كيواجهوناش دائما بالورود وما كيفرشوا لينا دائما الزرابي، وهادشي ما كاينش في السياسه، كاين المضايقات، وكنحيي جميع الاخوان ديال 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 الجهه، وانا على كل حال انا فخور بالعمل اللي كيديروه الاخوان، والحزب على المستوى الوطني فخور بالعمل الذي يقوم به الاخوان في جهات درعا تفيلالت، لابد ان نقول هذا الكلام ونقوله للاخوان اللي كيشتغلوا في الجماعات، والاخوان يناضلون هاد المفاهيم ديال النضال في التدبير راه جاتها مع العداله والتنميه، الحكومه المناضله، المجلس الجماعي المناضل، المجلس الجهه المناضل، كاينه مع العداله والتنميه من قبل ما كان جات شي، هذه مفاهيم تنحتها تجربه، ينحتها العداله والتنميه من خلال التجربه ديالو ومن خلال التماس اللي كيخلق الفعل ديالو مع الواقع ومع الاشكالات ديالو، اشكالات حقيقيه يتصدى لها ابناء العداله والتنميه بالشجاعه اللازمه، والحمد لله ابناء العداله والتنميه كيدافعوا على المصالح ديال المواطنين، ما عندهمش شركات كيدافعوا عليها، شوفوا لي الرؤساء ديال درعا كلهم والرؤساء على المستوى الوطني، واش شي واحد فيهم عنده شركه ولا مقاوله كيدافع عليها؟ كيدافع على المواطنين، والمواطنين عارفين هذا الشيء، وهذا الشيء اللي كيعذب هذوك الناس اللي كيحاصروكم، كونوا متاكدين ان هذوك الناس راه كيتعذبوا اكثر منكم، وهذاك الشيء اللي كديروا يؤرقهم،
لأن السؤال علاش هذا أبناء العدالة والتنمية محاصرون؟ علاش علاش؟ هذا هو السؤال الحقيقي للمواطن كي يطرحه. علاش يحاصر أبناء العدالة والتنمية وهم في الحكومة، ومنهم رئيس الحكومة، وهم ومنهم وزراء، ومنهم رؤساء جهات، ومنهم رؤساء جامعات؟ علاش؟ واش هادو كيشكلوا شي تهديد على هاد البلاد؟ واش هادو يشكلوا تهديد دون باقي الأحزاب السياسية؟ ما يمكنش هاد الشيء، غير ممكن. اليوم أبناء العدالة والتنمية كاينين كيشتغلوا مع جميع الفرقاء في البلاد، هم يمكن من بين الأحزاب اللي كدير توافقات أكثر، من بين الأحزاب اللي كتقدر المصلحة أكثر. كل ما كان تاريخ العدالة والتنمية في هذا الشيء ماشي جديد، قدم تنازلات ودار قراءات الواقع ودار مراجعات ودار بزاف ديال الحوايج في التاريخ ديالو. ايوا كيفاش باقي تتحصر هذه العدالة والتنمية؟ علاش؟ هذا هو السؤال اللي خصك تجاوب عليه اليوم. انا نقول لكم كيحصركم لانكم تتقدموا نموذج مغاير، لانكم تدافعوا حقيقة عن المواطن، لأن فاش كتمشيو تديروا التدبير تديروا التدبير بأيادي بيضاء، ماشي شي وحدين اخرين. بلا ما نقول لكم الامثله انتم كتعرفوها جيدا، ماشي شي وحدين اللي جاوا لورزاز ذاك النهار وقالوا غنسدوا التنميه على ورزاز 6 سنين الا ما صوتوش عليهم. قالوها انا قريتها ما عرفتش قالوها، ولكن ناضوا الناس ضدهم. شي وحدين جاوا قالوا راه غنحبسوا التنميه على ورزاز 6 سنين المقبله الا ما صوتوش علينا. هذا هو التحكم اللي ناضوا المغاربه ضده في 2011 و15 و16 اللي صوتوا ضده في مواجهته. هذه هي الاساليب اللي هاد الناس ما بغاوش ان يتعظوا منها. ما يمكنش هذا الخطاب ان يكون مقبولا في المغرب ديال هذا القرن. غير ممكن نهائيا واحد يجي يهدد الناس يقول لهم راه الا ما صوتوش علينا غنحبسوا عليكم التحكم، غنحبسوا عليكم عفوا، غنحبسوا عليكم التنميه. وكيفاش انت واش هاد الناس كتعطيهم شي حاجه باش تحبسها عليهم؟ يا سيدي الا كنتي كتعطي شي حاجه حبسها من اليوم، صوت ولا ما صوت احبس هاد الشيء اللي كدير. هاد الشيء ما يمكنش يزيد بهاد البلاد الى الامام. وبالمناسبه هذا اللي كان قال لهم الا ما درنا هاد الشيء اللي كان وعدكم به ضربونا بالحجر. هذا هو اي هو هذاك هو هذا ايوا هذا راه الناس كانوا غيضربوه بالحجر شحال هادي، وراه ضربوه بالحجر بالمناسبه ماشي عاد، ماشي يالله الناس من بعد غيضربوه بالحجر، ضربوه بالحجر شحال هادي وقالوا له بزاف ديال الكلمه ما تصنتلوش. ولكن مؤسف لا بد انه يعاود يرجع، ولا بد ان الناس يعاودوا معاه نفس السيره نفس الحكايه، يعاود يضربوا بالحجر، لان هذوك الناس عمر ما حكوا داك الشيء اللي كيقولوا. قالوا بزاف ديال الحوايج، قالوا بزاف ديال الحوايج وما دارتش، لان واحد غيجي يقول للمغاربه راه غندير الا ما درتش ضربوني بالحجر، اجي بعدا نشوف واش درتي اليوم، واش درتي شي حاجه بعدا ولا لا. لان هذا الشيء ممكن يقولوا واحد بلا ما نسمي الاحزاب، ولكن يقدر يقولوا شي حزب يتواجد دائما في المعارضه، يالله غيجي غيدخل يقول الناس راه غندير لكم هذا الشيء الا ما درتوش ممكن ديروا لي تعاقبوني من بعد. لا، انت راك في هذا الشيء منذ سنوات، سبقتي العداله والتنميه للتدبير الحكومي، سبقتي شحال عقود منذ 1977 على كل حال. هما غالبا كيتواجدوا منذ ان وجدوا في الساحه السياسيه وهما في التدبير الحكومي. هذا الشيء اللي كاين. ايوا هادو يجيو يقدموا لنا الحصيله اش داروا هاد الشيء سنوات، ما غاديش يجيو اليوم بحال لا واحد عمر ما عرفوه الناس، عمر ما شافوه الناس، ما عرفوش منين جا كيف، يلاه غيجي الناس يقدم لهم راسو يقول لهم راه غندير لكم. ايوا اش درتي لنا هاد الشيء اللي داز بعدا باش نشوف واش غادي؟ ايوا قول لنا اش درتي. ما غاديش تجي اليوم تنتقد العداله والتنميه بحصيله مشرفه جدا، حصيله يجب ان يفتخر بها ابناء العداله والتنميه مهما كانت النتائج ديال الانتخابات. يجب ان نفتخر بما انجزه العداله والتنميه في الحكومه، في الجهات التي تولت تدبيرها، في الجماعات التي تولت تدبيرها. ابناء العداله والتنميه ابدعوا، العداله والتنميه هو اللي دار مكاسب اجتماعيه في جوج ديال الولايات في الحكوميه، اللي عمر هذوك الناس ماشي عمر ما داروها، عمر ما كانوا كيفكروا يديروها، لان هذوك الناس كيفكروا غير في الناس اللي بحالهم، فأصحاب المصالح بحالهم، فأصحاب الشركات الكبيرة. ورغم ذلك بالمناسبة راه حتى هذوك أصحاب الشركات الكبيرة عمر ما ربحوا داك الشيء اللي ربحوا مع العدالة والتنمية، لا في الولاية الأولى لا في الولاية الثانية نهائيا. على كل حال الحصيلة ديال الولاية السابقة راه باينة، والحصيلة ديال هذه الولاية أيضا باينة على المستوى الاجتماعي أيضا. هؤلاء الذين يتحدثون اليوم العدالة والتنمية ما يمكنش يمسح شي واحد في التاريخ اليوم أن العدالة والتنمية هو اللي دار صندوق التماسك الاجتماعي
وما له من معاني وداك الشيء اللي دخل فيه ديال المبالغ. هذا العام وصلنا 9.5 مليار درهم، وصلنا 100 ما يزيد على 110 أرملة استفدت من هذاك الصندوق، وما يزيد على ما يقارب 190 ألف يتيم استفدت من هذاك الصندوق. العدالة والتنمية هو اللي دار صندوق ديال التعويض عن فقدان الشغل في 2016 بما يقارب إلى حدود اليوم ما يقارب مليار درهم، ما يقارب مليار درهم، واستفدت فيه ما يزيد على 72 ألف مغربي فقدوا عملهم. إيوا كيفاش هادشي؟ العدالة والتنمية هو اللي حل الإشكال ديال الزنزانة تسعود. الناس ديال التعليم كيعرفوا ما معنى الزنزانة تسعود. العدالة والتنمية هو اللي حل المشكل ديال الممرضين المجازين الذي استمر عشرات السنوات، والممرضين كيعرفوا ما معنى الملف ديال الممرضين المجازين. إيوا شنو أخر بغيتو؟ العدالة والتنمية هو اللي دار في هذه البلاد أول مرة المخطط الوطني للتشغيل، وحقق بالمناسبة كان في الهدف ديالو 1.2 مليون منصب شغل منذ 2017 إلى 2021، وحقق إلى نهاية 2020 ما يزيد على 72 ألف رغم الظروف ديال الجائحة. العدالة والتنمية في الولاية الثانية ديالو هو اللي وظف سنويا في الوظيفة العمومية فقط ما يزيد على 42 ألف شاب وشابة مغربية دخلوا الوظيفة العمومية. في الوقت هاد الناس اللي كيهضروا اليوم في الولايه ديالهم كانت ما يقل على 17000. ايوا كيفاش؟ اش غتجيب مازال؟ قلنا رغم بالمناسبه الوضعيه الاقتصاديه الصعيبه اللي دازت فيها الحكومه السابقه وهذه راه في 2012 العداله الحكومه كانت خرجت تتقلبها السي الحبيب شوباني كان انذاك، كانت الحكومه تتخرج تتقلب على القروض على برا للتسيير ماشي للاستثمار، للتسيير قبل ما يجي قانون التنظيم الماليه يمنع القروض انها تمشي للتسيير تمشي فقط للاستثمار. هذه هي الوضعيه الكارثيه اللي لقينا عليها البلاد في 2011. العداله والتنميه في عهد جوج ديال الحكومات اللي تزادت الاجور في الوظيفه العموميه جوج مرات، زاد القرار في 2011 وتنفذ في هذه الحكومه ديال العداله والتنميه ب 600 درهم للموظفين، وفي عهد العداله والتنميه توقع الاتفاق الاجتماعي بمبلغ 14.25 مليار درهم، وتزادت التعويضات العائليه من 200 ل 300 درهم. شنو بغيتوا مازال في الجانب الاجتماعي؟ وما داروش هذا الشيء بالمناسبه في 2007 وفي 2006 اللي كانت مداخيل غير متوقعة في الميزانية، كانت فورة مالية في هذيك جوج سنوات. ما فكروش هاد الناس في الجانب الاجتماعي، ما فكروش، ما غاديش يجيو يعطيونا الدروس اليوم يقولوا لنا. الدروس حنا كنتعلموا دائما بالمناسبة، حنا ماشي علماء وصلنا إلى منتهى العلم ومنتهى الأداء، لا، حنا متواضعين كنتعلموا دائما، ولكن ما يمكنش نتنازلوا على الإنجازات اللي درنا إنجازات حقيقية. المغاربة خصها يعرفوها، صعرفوا المغاربة أن العدالة والتنمية في 2012 كانت نسبة التغطية الصحية في المغرب 35% فقط من المغاربة. اليوم التغطية الصحية 70% من المغاربة عندهم تغطية صحية. يوم منين جاء هذا الشيء كله؟ منين جاء إلى هذه العدالة والتنمية ما كيدير والو في هذيك الحكومة؟ منين جاء؟ العدالة والتنمية الحكومة اللي كيترأسها الدكتور سعد الدين العثمان دبرت الجائحة وتعطى بها المثال على المستوى العالمي. دبرت الجائحة، صحيح هذا الشيء بقيادة جلالة الملك، ولكن جلالة الملك راه التعليمات ديالو كتنفذها الحكومة. يو كيفاش؟ كتنزل بوحدها شي واحد كيديرها مرة، كيفاش؟ ما يمكنش. كاينة حكومة مسؤولة تتشتغل تدير الأدوار ديالها مبدعة. هذا الشيء ديال الجائحة بوحدو فيه دروس حقيقية دارها المغرب على مستوى تدبير ديال الإشكالات الاجتماعية اللي جات على الجائحة، على مستوى تدبير الأزمة الصحية اللي كانت على مستويات عدة. هذاك شيء خيالي لم يكن يصدقه أحد، ما كانش حتى واحد كيتصدق أن المغرب غيخرج من هذه الجائحة ديال كورونا بهذه الوضعية اللي حنا فيها اليوم. صحيح غاجي غتقول لي البطالة 11.9%، الناس اللي كيقلبوا غيلقاو البطالة 11.9% غيقولوا هذا انتصار كبير، العدالة والتنمية ما دار والو ولا الحكومة ما دارت والو. لا، باش تقول لي 11.9%، شوف الناس اللي حدانا اللي عندهم 17% و18%، لأن هذه الظروف ديال الجائحة الناس جلسوا. ولكن احنا في الحكومة كنا كنتوقعوا أنه في نهاية 2020 كنا غنوصلوا 14%، لأن كنشوفوا الواقع الاقتصادي أمامنا كيفاش كيشتغل. ولكن بالدعم اللي دار المقاولات وبالدعم اللي دار الأجراء ما وصلناش 14، ما وصلناش 13، وبالتالي 11.9% في نهاية 2020 كان إنجازا كبيرا حققته بلادنا. أيضا الدعم اللي تقدم، واش عرفتوا شحال من واحد دراسة دارت على المستوى ديال البلدان المغاربية،
المغرب أكثر ما عقلتش على النسبة ما يزيد على كذا 60% من المغاربة صرحوا بأنهم تلقوا دعما مباشرا خلال الفترة ديال الجائحة بفريق كبير 68 بفريق كبير جدا مع الدول الجيران ديالنا بفريق كبير ما كان لا نقارن. على كل حال هذه دراسة أجنبية ما داروهاش المغاربة يمكن هذه دراسة أجنبية دارتها إحدى المكاتب الدراسة ديال 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 الأجنبية بارومتر العرب نعم هو الذي قال هذا الكلام ماشي حنا قال هذه شهادات أجنبية ما شي واحد اللي بغى يتعرف يتعرف على كل حال ولكن هي هذه هي الواقع هو هذا يو كيفاش هذا الشيء دابا الناس كيجيو كيسوقوا كيسودوا الصورة في هذه البلاد قلت لهم واحد المرة في البرلمان أنا فاش كنسمع هذا الشيء اللي كتقولوه هنا كنتخيل راسي في شي بلاد أخرى من غير المغرب لأن المغاربة راه كنشوفوهم حتى حنا راه كنتلاقاو بهم راه عايشين وسط منهم كنشوفوهم كنعرفوا اش واقع ماشي غير نتوما يمكن هذوك الناس ما كيشوفوش المغاربة هذوك الناس اللي كيهضروا كيسمعوا كيقراوا في الفيسبوك وكيقراوا في الجرائد فقط ما كيعرفوش الواقع شنو فيه لأن اللي كيجيب لينا برامج انتخابية من قبيل ما سمعنا مؤخرا هذا ما عارفش اش واقع في المغرب ما عارفش أن المغرب كان فيه مخطط الوطني ديال التشغيل فيه مليون و200 كهدف وكنا غنحقوه بالمناسبة كون ماشي الجائحة ديال 2020 لأنه هو تيجي تيقول لنا مليون يو كيفاش فين كنتي أنت ما عارفش هادشي ما عارفش أن المغرب راح كانت غتحقق مليون و200 لو أن ماشي الظروف ديال الجائحة كيفاش والتغذية الصحية التغذية الصحية اليوم ما محتاجين لشي واحد يجي يديرها في البرنامج الانتخابي ديالو التغذية الصحية اليوم أصبحت واقعا في بلادنا كاين قانون اليوم بمثابة تشريع وعنده إلزام تشريعي الإلزام ديال القانون الحكومة المقبلة غتنزلها ما غنقبلوا من تاوعت في البرامج الانتخابية ديالي يجي يقول لي راه غندير تغطية صحية دارت هذا مشروع ملكي كبير ونزلاته الحكومة ما غاديش نقبلوا من تاشي واحد يجي في البرامج الانتخابية ديالو يقول لنا راه غنعمموا التعويضات العائلية على الأبناء المغاربة اللي هما 7 مليون ديال المغاربة ديال الأطفال 7 مليون ديال الأطفال اللي باقي ما عندهمش التعويضات العائلية اللي هي 300 درهم بالمناسبة هذا المبلغ المرجعي راه هو اللي تزاد اللي زادته هذه الحكومة في الاتفاق ديال 25 أبريل كان غير 200 درهم وزادته الحكومة ولا 300 درهم وهذه 300 درهم هي اللي غتعمم على هاد الأطفال المغاربة ما غاديش يجي واحد يديرها في البرنامج الانتخابي ديالو هذا قلة احترام للمؤسسات ما غاديش يجي شي واحد يقول لي راه غنعمم التقاعد وهو اليوم راه كاين مخطط انه ماشي مخطط فقط كاين قانون يلزم الحكومة انها غتعممو في افق 2025 ما غاديش يجي شي واحد يقول لي راه غنعمم صندوق الاستفادة من صندوق ديال التعويض عن فقدان الشغل لانه كاين ايضا الزام قانوني كيلزم الحكومة تعممو في افق 2025 ما غاديش يجي شي واحد يقول لي راه غنطلع السقف الحد الادنى للتقاعد لانه زاد الحد الادنى للتقاعد بالمناسبة والعدالة والتنمية هو اللي دار هذا الشيء زاد الحد الادنى للتقاعد في السي ام اخ وزاد الحد الادنى للتقاعد في لا اخ سي اخ 1500 درهم وفي لاسينسيس كاينه 1000 درهم هذا واقع كاين واحد غيجي يدير الناس اللي غيجيو يديروا برامج انتخابيه خص يزيدوا على هذا الشيء يجيو يقولوا راه غنرفعوا الحد الادنى للتقاعد ل 2000 درهم نصفقوا عليهم ولكن ما يقدروش يقولوها لان ما غاديش يديروها لان ما كيفكروش في هذه الفئات ما كيفكروش في فئات اخرى كيفكروا في ريوسهم كيفكروا في جيوبهم كيفكروا في صحابهم كيفكروا في الفئات المشابهه لهم ما غاديش يجيو اليوم يقولوا لنا مثل هذا الكلام لان كنعرفوهم السياسه خليونا كاع هادو بلا مشرج على كل لا بالمناسبه لابد ان احيي الاخوان والاخوات في جهه درعة فيلالت على العمل الكبير الذي يقومون به سواء في الجماعات أو سواء في النضال الحزبي والتواجد الدائم مع المواطنين الأصداء ديال الجهة كتوصلنا والنضال اللي كيديروه الإخوان في الجهة كيوصل هاد الشيء علاش؟ طبيعي أن تحاصروا طبيعي مؤكد لا ما داك الشيء ما فيه لا إلا ولا حتى مؤكد لأن الناس كيحسبوا أنتم ما كتحسبوش يمكن بزاف الناس كيحسبوا كيحسبوه في 2021 شكون اللي غيرجع الا خلاوكم تنجزوا بشكل مريح مؤكد هذيك المواقع ما يمكنش ما تكونوش فيها عاوتاني في 2021 وهذا مشكل
هذا مشكل بالنسبة لشي وحدين على كل حال، بالنسبة للخصوم والمنافسين ديالكم، هذا مشكل حقيقي. أنا أنادي الإخوان يمشيوا يعرفوا الناس بالحصائل اللي داروا، بالحصيلة اللي داروا في الجهة، بالحصيلة اللي داروا في الجامعات ديال الرشيدية وباقي الجامعات الأخرى، الحصيلة اللي داروا يمشيوا يعرفوها الناس، يقولوا الناس ها شنو درنا. كونوا متأكدين أن المغاربة عارفين العدالة والتنمية جيدا، ماشي عاد غيعرفوا العدالة والتنمية، عرفوا العدالة والتنمية شحال هذه. هذيك المثلة اللي كتقول فين كيضربوا أهلو هذا أن السهام ديال الباطل أين تتجه، فأعرف أنه تم هو الحق. اليوم السهام ديال الباطل في هذا البلد تتجه إلى العدالة والتنمية فقط، والمغاربة فاهمين المعادلة جيدا، فاهمين ماذا يقع. الناس بالمناسبة النقابة ديال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما جابتش نتائج في التعليم اللي كانت جابت في 2015، وناضوا الناس يهللون ويطبلون هزموا العدالة والتنمية ما عرفت شنو. واش هادي امتى عمر هاد الانتخابات هادي ديال المأجور، هادي سميتها الانتخابات ديال المأجورين، غير سميتها غيبان لك ديال المأجورين، الناس اللي كيشتغلوا خدامة الخدامة العمال، هذا راه ما كتهموش المواقف السياسية ديالك ولا شكون انت، كيهمو اش كدير له انت كنقابة. وبالمناسبة من بين المبادئ المنظمة للعمل النقابي على المستوى العالمي كاين الاستقلالية ديال النقابي على الحزبي، هادشي كاين. يو كيفاش؟ حيت العدالة والتنمية عنده مواقف في قضايا معينة، لأن العدالة والتنمية نجز شيء الكثير للموظفين، نجز شيء الكثير للشغيل في هذه البلاد، جزء من هذاك الشيء قلت لكم قبل قليل، وأشياء كثيرة جدا ما قلتهاش، آخرها المشروع ديال القانون اللي داز في مجلس الحكومة الأخير الذي يقضي بإلحاق الأساتذة أطر الأكاديميات بالسيمير. هذا مطلب تاريخي بالنسبة لهذه الفئات، منذ 5 سنين منذ أن وجدوا كان هذا مطلبهم تاريخي، أنهم يتلحقوا بالنظام بالصندوق المغربي للتقاعد، مشاو له اليوم بمقتضى مشروع القانون اللي جا. إيوا كيفاش؟ هاد العدالة والتنمية ما دارت حاجة لهاد الشغيلة، لهاد الموظفين، لهاد العمال، لهاد الأجرة. العدالة والتنمية هو اللي رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام على 2 المرات، والقطاع الخاص على سنة في 2 المرات أيضا 5% في 5%. ورغم بالمناسبة الظروف ديال الجائحة ما تراجعش وما تعدلش المرسوم اللي زاد 5% ديال 2021. العدالة والتنمية اللي في عهده تزادت 24% من المعدل ديال الأجور في الوظيفة العمومية، 24%. ايوا كيفاش هاد العدالة والتنمية ما دار والو لهاد الناس؟ العدالة والتنمية أنجز الشيء الكثير. وبالمناسبة العدالة والتنمية كيعتبر أن هاد الشيء كيدير الواجب ديالو، لا يمتن على المغاربة لأنه أنجز لهم، لا، ولكن كيذكر هاد الشيء وكيقول للمغاربة راه أنا درت واجبي الذي يقتضي اللي كتفرضوا عليا التواجد، اللي كيفرضوا عليا التواجد ديالي في هذيك المواقع اللي المغاربه هما اللي بوؤونا ليها، المغاربه هما اللي طلعونا للبرلمان العداله والتنميه، المغاربه هما اللي دارونا في الجامعات وفي الجهات. وبالتالي فاش كنجزوا كنديروا واجبنا وكنديوا الواجب ديالنا تجاه هؤلاء المغاربه اللي صوتوا علينا واللي ما صوتوش علينا. هذا لا يهم فاش كتمشي تنتهي الانتخابات وتطلع الحكومة تتولي حكومة ديال جميع المغاربة بجميع أطيافهم. لذا فاش كنجيو اليوم كنقولوا للمغاربة راه درنا من هذا المنطلق، لا نمتن عن المغاربة ولكن كنقولوا لهم اش درنا احنا. ولكن هاد الناس اللي كيهضروا لكم اللي كيهضروا معاكم اليوم سولوهم اش داروا، الناس اللي كيجيو كيهضروا اليوم سولوهم اش داروا خلال سنوات طويلة جدا، وغيجيو اليوم يحصلوا العدالة والتنمية. في 2011 داروا مجموعة جيويت، وفي 2016 ما عرفتش داروا بزاف ديال الحوايج، وفي 2000 وهذه دابا داروا جي 7 جي 7. يمكن واحد راه واحد في الاخر معاهم غير ما هما جيويت نيت، هي نيت، هي هذيك نيت ديال 2011، هي هذه ديال 2000 وهذا 21. وبالتالي هؤلاء كونوا على يقين انه النهار يعرفكم ويتأكدوا بالحسابات ديالهم انكم ما غاتجيوش الاول في 2021 راه الدق غينقص. ماذا باقي تستهدفكم؟ ماذا باقي تحصركم؟ ماذا باقي تديروا مثل هذه الالاعب والخزعبلات ديال القاسم الانتخابي والعتبه؟ لان بالمناسبه هذا الشيء صحيح هو تراجعي ومناقض لجميع الخطابات اللي تقالت في المغرب على الاقل منذ سنه 2002 الى اليوم لما اتى هذا النضال.
جميع الخطابات اللي جات من 2002 إلى اليوم الرسمية والحزبية كاع القيادات يهللون ويطبلون للنظام الانتخابي ديالنا بأنه يمكن من بين الأنظمة ولا الأشكال الانتخابية الأكثر ديمقراطية. قالوا هذا الشيء وجا في 2002 هذا القاسم اللي كانوا تصويت الانتخاب باللائحة جاء من هذا المنطلق، وبالمناسبة جاء بالنضال ديال الناس اللي كيحاربوا اليوم هما اللي كانوا جابوه السي عبد الرحمن اليوسفي الله يرحمه، هو اللي كان جاب هذا النظام ديال الانتخاب اللائحي بهذا القاسم، ماشي بهذا القاسم اللي كان على كل حال في 2016 هو اللي جابه دافع عليه من منطلق انه اكثر الانظمه اقرب قربا الى الديمقراطيه. هذا الشيء اللي كان، ولكن اش وقع اليوم؟ واش حنا اللي تغيرنا ولا هذاك النظام الانتخابي هو اللي تغير؟ او لما بقاش كيعطينا النتائج اللي بغينا؟ يقولوا لنا ما يمكنش بين البارح واليوم تقلبوا 360 درجه، لان نتوما اللي دافعتوا على هذاك النظام الانتخابي، نتوما اللي دافعتوا عليه، نتوما اللي جبتوه، وانتوما تجيو اليوم تتراجعوا على كل شيء داكشي وتتمشيو، ماشي رجعتوا للصفر ولا النقطه اللي كنا فيها، لا رجعتوا الى الأسوأ. لذا الاخوان اللي غيمشيو اليوم كيحاولوا يسجلوا الناس في اللوائح الانتخابيه غيلقاو ان جهات عديده كتسجل الناس في اللوائح الانتخابيه ماشي حبا فيهم ولا راه باغيينهم يشاركوا، لا باش يضخموا اللوائح الانتخابيه باش هذاك القاسم الفعاليه ديالو تزيد اكثر. حنا كنقولوا لهذوك استجبوا لهم وسيروا تسجلوا في اللوائح الانتخابيه، لان مآمنين ان المشاركه ديال هاد الناس والتسجيل ديالهم في اللوائح الانتخابيه هو ابلغ رساله على هذاك التخربيق التشريعي اللي داروا هذوك الناس في البرلمان في هذيك الليله المشهوده. التسجيل ديال الناس والمشاركه ديالهم في اللوائح الانتخابيه هو ابلغ رساله وابلغ جواب على هذاك الشيء اللي كيديروا هذوك الناس. خصنا نجاوبوهم عمليا، نجاوبوهم على الارض. شبيبه العداله والتنميه يجب ان تخرج الى الناس وان تتحدث الى الناس في الشوارع وتقول للناس ماذا يقع، اش كيديروا هاد الناس اليوم، على ماذا يجتمعون؟ واش هاد الناس كيجتمعوا على خير المغاربه يجيو يقولوا لنا فينا هو؟ واش هاد الناس كيجتمعوا على مصالحهم؟ واش هاد الناس اللي داروا هاد القاسم الانتخابي داروه لمصلحه المغاربه يجيو يقولوا لنا؟ داروه لمصلحتهم هما يجيو يقولوا، غير يشرحوا للناس علاش هذاك القاسم الانتخابي ولاش وكيفاش، والله يسخر لهم غير يجيو يوجهوا الناس. لان من بعد فاش داز هذاك القاسم كل شيء ولا كيتبرأ منه. واحد قال لك لا راه حنا دافعنا عليه لان خفنا باش تموت بعض الاحزاب، واحد قال لا راه ماشي حنا كاع اللي دافعنا عليه، كل واحد في الاخر صدقوا كل واحد كيتبرأ منه. وبالتالي انا انادي شبيبه العداله والتنميه، انادي ابناء العداله والتنميه انهم يخرجوا للناس يشرحوا لهم، وهذا مقتضى من المقتضيات ديال النضال خلال هذه المرحله. انا متاكد ان هذه غتكون صحيح الحمله الوطنيه غتنتهي على الاقل في الجزء المتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابيه بانتهاء التسجيل في اللوائح الانتخابيه، ولكن الحمله في شقها السياسي التعبوي التواصلي ستستمر ان شاء الله الى ما بعد ذلك التاريخ. اتمنى لكم التوفيق جميعا، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.